السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عايد الهادي. للي تحججون دائما يقولون إن ما فيها أمطار لذلك البيئة تعبانة. هسنا من فضل الله عز وجل في الخليج وفي الكويت خاصة جتنا أمطار تبارك الرحمن، خير من الله عز وجل. لكن شوفوا الأماكن المحمية، شوفوا هذا محمي، وشوفوا المكان اللي غير محمي. هذا يا اخوان بسبة الرعي الجائر، شوفوا هذا الفرق. لا حد يتحجج بموضوع ان ما فيه امطار، الموضوع يا اخوان موضوع رعي جائر. الارض مو قاعدة تستوعب الاغنام والحلال الزايد، هذا هذيك غنم وهذيك غنم، وعلى يميني بعد في غنم بعيدة هناك. هذه هي المشكلة، الرعي الجائر.